شاهد التوجيه استمر التسجيل السلام عليكم، انا إفراح يوقف طالب جديد في جامعه اكاديميه محمد الحاج. جيت اليوم نسجل لهنايا والحمد لله على التسهيلات من الطلبه القدامى، من الاداره، من الجنوب، وتمنى سنه جامعيه جديدة ان شاء الله تكون مليحه. السلام عليكم، انا طالبه جديده، اليوم جيت نبدا التسجيلات الجامعيه والحمد لله لقينا تسهيلات من طرف الاداره والجامعه، ونتمنى لكم سنه جامعيه موفقه ان شاء الله. أنا اليوم في اليوم الثالث من التسجيلات الجامعية لسنة 2022-2023، كما راكم تشوفوا الاتحاد العام طلاب الحر موجود بمناضليه ومناضلاته لتوجيه الطلبة الجدد اللي محصلين على شهادة البكالوريا، حيث قمنا نحن الاتحاد العام طلاب الحر كمكتب ولائي من تأسيس لجنة ولائية، متكونة هذه اللجنة الولائية متكونة من لجان على مستوى الكليات. كما على بالكم باللي سنة التسجيلات الجامعية كانت مختلفة عن السنوات السابقة، كنا ننسيك الطلبة جدد غير في المكتبة المركزية. العام هذا كاين المكتبة المركزية تاع القمح الجامعي وعلى مستوى الكليات، وكاين على مستوى الكليات حيث شكلنا لجان لتوجيه ومرافقة الطلبة.